عليكم ومرحبا بكم في شهيوة جديدة من شهيوة أم أنس. اليوم جيت وجبتكم هذه الوصفة السريعة التحضير الكابوتشينو المعروفة أو محبوبة الجماهير فمن لا يعرفها، بحال الكابوتشينو ديال المقاهي طبعا بواحد الكريمة اللي خطيرة جدا. هانتوما غادي نقرب لكم باش تشوفوها، كريمة ناجحة. فبالنسبة لهذه الكريمة فباقي غادي نعملها إن شاء الله في واحد البواطة نحتفظ بها في الفريغو، فتبعوا الفيديو من اول تنهاية لاني غنعطيكم ان شاء الله نصائح باش تنجح معكم الكريمة ديال الكابوتشينو وباش كذلك تقدروا تستفدوا بها لمدة طويلة بدون ما تخسر معكم. فصافي هذا هو الكأس ديال الكابوتشينو بالراوة ديالو، يا سلام، وبالقليل من البودرة ديال الكاكاو مع شوية ديال الكيكيسات او الكيكس ديال الشوكولا. اذا عجبكم الفيديو فحاولوا توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، والناس اللي كيزوروني لاول مرة فاشتركوا وضغطوا على زر الاشتراك الاحمر ابوني او سبسكرايب باللغة الانجليزية، وما تنساوش كذلك تفعيل خاصية الجرس يكون محاط بخطين باش تقدروا توصلوا بجديد الوصفات وكذلك جديد القناة. وما بقى لي خوتي الا نقول لكم خليكم ان شاء الله مع هذه الوصفة الرائعة محبوبة الجماهير، كابوتشينو منزلي رائع وناجح، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للعناصر او المقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله لهذا الكابوتشينو فهو سهل وسريع التحضير، فغنحتاجو فقط لثلاث مكونات، تبعوا معايا مزيان. غادي نحتاجو الكاس ديال الماء، كاس من القهوه سريعه الذوبان اي نسكافي اي نوع عندكم كتحبوه او كيعجبكم المذاق ديالو، نفس الكاس دائما بنفس العبار كيف ما كتشاهدوا او كيف ما كتلاحظوا معايا. الكاس انا عندي كياخذ من فئه 200 مللتر وكياخذ لي صلب 100 غرام، لذلك نقص منه باش ما يجينيش بزاف. عملت فقط انا كاس الا ربع من الماء، كاس الا ربع من قهوه سريعه الذوبان. انا استعملت ماركه ديال نسكافي، نتوما كتستعملوا اي ماركه عندكم، كاين واحد الماركه اخرى مزيونه هنا في المانيا اسمها جولد تقدروا كذلك تستعملوها. وعندي كاس الا ربع من السكر، ما يقارب 150 غرام و 150 مللتر من الماء. حاجه ضروريه اللي غادي نزيد ناكد لكم بالنسبه للماء، ليس بماء دافئ وليس بماء ساخن وليس بماء بارد جدا، فقط ماء الصنبور العادي، يعني ماء ديال الصنبور، يعني الماء ديال السويله. بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي ام انس واش نقدروا نستغناو عن السكر، فالسكر لازم في هذه الوصفه، لانه اذا ما استعملتوش السكر فما كتبقاش معكم كريمه، كتراغوا معكم وديك الرغوه دغيا كتهبط. يعني فقط اذا استعملتوا غير مثلا الماء والنسكافي بوحديتهم فكتعطيكم واحد الرغوه، وديك الرغوه اللي دغيا كتهبط ما كتقدروش تحتفظوا بها نهائيا في الثلاجه او في الفريغو اي الفريز. فالسكر الدور ديالو هو انه كيعطينا ديك الكريمه العاقده اللي كتبقى لمده طويله في الفريز اي في الفريغو اللي كنقدروا نحتفظوا بها لمده اطول، وفي الثلاجه العاديه لمده اسبوع طبعا في علبه طبعا مغلقه الاحكام في علبه زجاجيه او بلاستيكيه. فكثرت عليكم على ما اظن في الهضره، فغنقولوا ان شاء الله على بركه الله لطريقه هنا في واحد الاناء الزجاجي فاش غادي نخلط الكل. غادي نعمل السكر، غادي نعمل قهوه سريعه الذوبان كيف ما سبق لي وذكرت لكم بهذا الشكل، وغادي نضيف الماء هكذا. فشوفوا معايا دابا اللون ديال الخليط ديالي لون داكن، فانا غادي نبقى نطرب 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 لمده تقريبا غنقول لكم ان شاء الله بالضبط مش حل. المهم ما كتصدقوش بزاف كطلع معكم وكيولي اللون ديالها لون بني فاتح، فما كتبقاش الكريمه اللون ديالها هيدا بني غامق وانما كترجع بني فاتح جدا، والكريمه كتولي عاقده بحال الكريم شونتي. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الطراب الكهربائي فصراحه صعب جدا باش تطلعوا الكريمه، عفوا باش طلعوا كريمة الكابوتشينو فقط باليد، لذلك تقدروا تعملوا الطراب الكهربائي العادي يعني الطراب المولينكس، فكذلك يعطيكم نفس النتيجة. نقول لكم ماشي نفس النتيجة ولكن شوية كوميم. فصافي غادي نبداو بالتطراب، بسم الله. فهانتوما كيف ما كتشوفوا بسرعه سرعه فائقه، يلا باقي ما كملش ثواني فقط طلعت معايا، ولكن باقي غنزيد نطرب. هانتوما تشوفوا معايا، بقاو معايا باش تشوفوا القوام اللي خصو يكون عليها الكابوتشينو او رغوه الكابوتشينو.
هذه هي الكريمه ديالي او الكريم، كتجي كريمه عاقده بحال كريمه شونتي. يا سلام، واحد المذاق، واحد الريحه طالعه منك كتحمق، خاصه بالنسبه للعشاق ديال الكابوتشينو. كابوتشينو منزلي، هانتوما كيفاش كيجي. نجيب كيف ما كتشوفوا معايا هكذا ملعقه من الكريمه ديال الكابوتشينو. بسم الله. بالنسبه لي انا غادي نزيد واحد ربع ملعقه اخرى، لانه انا من عشاق الكابوتشينو اللي كتكون شويه مجهده. بسم الله. انتوما غادي نجيب ملعقه وغادي نخلط. كتخلطوا جيدا، وهانتوما حصلتوا على كابوتشينو رائع جدا، المذاق ديالو لذيذ. بالنسبه نتوما ما تزيدوش او ما تضيفوا عليه حتى شي اضافه، يعني سكر او شي حاجه اخرى، فقط حيت هو كيجي حلو بما فيه الكفايه كيف ما سبق لي وقلت لكم. غادي نعمل عليه كلمسه اخيره، القليل من البودره ديال الكاكاو. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الكابوتشينو ديال اليوم، كيجي صراحه رائع ولذيذ بزاف بديك الرغوه المعروفه ديال الكابوتشينو. فكنتمنى تكون الوصفه ديال اليوم الاعجاب ديالكم. بالنسبه للكريمه فكنحتفظ بها طبعا في علبه محكمه الاغلاق، تقدروا تحتفظوا بها لمدة طويلة إذا احتفظتوا بها في الفريغو أي في الفريز، وإذا بغيتوا تستخدموها في مدة في غضون أسبوع فقط فبالإمكان ديالكم تخليوها فقط في الثلاجة العادية. فاللي عجب الفيديو فحاولوا توصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. الناس اللي كتزوروني لأول مرة فخليوا اشتراك القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر، أبوني أو سبسكرايب باللغة الإنجليزية. ما تنساوش كذلك تفعلوا الجرس أو خاصية الجرس باش تبقاو توصلوا بجديد الوصفات وجديد القناة. وما بقى لي خوتي إلا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والفرصة القادمة إن شاء الله. باي باي.